للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة نورة المنصوري، مدير التعايش السلمي بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية، كيف ترون أهمية هذا البرنامج؟ مرحبا ومساء الخير. إن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لنشر السلام وإرساء التسامح والتعايش بين الشعوب عن طريق التعليم وخلق الوعي وسخت من مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في التقريب بين الثقافات وإثراء التفاعل بين أصحاب الديانات والمعتقدات في مختلف أرجاء العالم. كما أن مملكة البحرين كانت ولا زالت تقدم العديد من المبادرات الرائدة والحكيمة والتي عززت من مكانة المملكة كأنموذج تاريخي في التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات، وذلك من خلال دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. نعم. إن إطلاق دبلوم الدراسات العليا المشترك حول التعايش السلمي بتوجيه من سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يأتي في إطار المبادرات النوعية للمركز في نشر ثقافة السلام والتسامح واحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية عبر البرامج العلمية والثقافية. فتم إطلاق البرنامج الأكاديمي بالتعاون مع جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة بجنيف ومؤسسة جويا للتعليم العالي بمالطا، وسيتم تنفيذه بإشراف وتقديم نخبة من الخبراء العالميين ورؤساء منظمات دولية كأول برنامج متخصص على مستوى الشرق الأوسط لتطوير المهارات وبناء القدرات العلمية والبحثية وإثراء الوعي المعرفي في مجالات السلام والتسامح وحقوق الإنسان والقانون الدولي وتمكين المرأة والشباب. نعم، سيدة نورة، ما هي توقعاتكم لمخرجات هذا البرنامج؟ البرنامج في دفعته الأولى سيضم 50 طالبا وطالبة من مملكة البحرين وخارجها، ويشمل اعتبارا من سبتمبر المقبل تقديم دروس علمية وعملية متخصصة ولمدة 4 أشهر عبر تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي، إلى جانب حصص حضورية ستعقد في المنامة لتعريف الطلبة على النموذج البحريني الرائد في مجال التسامح والتعايش السلمي. نعم. وإن الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو بناء أجيال واعية ومؤهلة علميا ومعرفيا وقانونيا ومدركة لأهمية التعايش والتسامح واحترام التنوع الديني والثقافي، ونبذ خطابات الكراهية وتغليب الحوار في تسوية النزاعات والصراعات، مكافحة التطرف، حيث أن مملكة البحرين في ظل النهج الحكيم والرؤية المستنيرة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومة ضمن متابعة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مغضية في برامجها العلمية والثقافية والمعرفية لإرساء ثقافة الحوار والتفاهم المشترك كركيزة أساسية لتكريس الأمن والسلم الدوليين وتعزيز التآخي الإنساني وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في صالح البشرية جمعاء. نعم، إذن السيدة نورة المنصوري مدير التعايش السلمي بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، شكرا جزيلا لك.